أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. يحكى أن ذئبا، هكذا تقول حكاية وأغلبكم يعرفونها، لكن سنقولها لأن فيها حكمة تتعلق بما سنتكلم عنه. يحكى أن ذئبا تسلل إلى قطيع أغنام عند بيت اللرعاة، فتنبه الديك، لديهم ديك تنبهه، فصاح الديك، فتنبه الكلب، فعوى وتنبه أصحاب البيت الرعاة، فحملوا أسلحتهم وطاردوا الذئبة، فهرب ونجت الأغنام، نجت الخراف، فنام الكلب وفرح أهل البيت، فذبحوا الديك احتفالا. هذه القصة كنا تنطبق يعني بشكل أو بآخر على ثوار تشتري من الشباب الذين ذبحوهم في شوارع العراق مع الأسف الشديد، وفي ساحاته ذبحوا أكثر من 1000 شاب عراقي، هم يتحدثون عن 800 وأكثر، المهم، وجرحوا أكثر من 30,000 شاب في ثورتهم عام 2019. ذكرنا بهذه الثورة، هذا الديك اللي ذبحوه، هؤلاء الشباب اللي ضحوا بدمائهم من أجل قيم العراق، أن ينهض العراق، أن يتنبه الجميع إلى قيمة هذه الثورة، إلى ما يحتاجه العراق من ثورة حقيقية لإعادة وجه العراق الصحيح والحقيقي والطيب، وإعادة اللحمة الوطنية، وإعادة هوية العراق. عندما طالبوا وكانوا يرفعون الشعار نريد وطن، هؤلاء الشباب ذبحوا مثل ما قلنا، وسالت دماءهم على أسفلت الشوارع والساحات في بغداد والناصرية والنجف وكربلاء والكوت وغيرها، كل المدن. لكن كل الذين في العملية السياسية ما زالوا يتاجرون بدماء هؤلاء، لم يقدموا قاتلا واحدا للمحكمة. كل الحكومات، من عادل عبد المهدي اللي وعد يقدم القتلة وقال انه طرف ثالث ومدري منو، جانا مصطفى الكاظمي قال انه التحقيقات، وصار لنا 3 سنوات ولم يقدم شخصا واحدا للمحاكمة يقول انه هذا هو مسؤول عن قتل المتظاهرين، او لم يشيروا الى جهة واحدة. وكيف يشير الى جهة واحدة؟ هو مصطفى الكاظمي الميليشيات ارسلت اليه طائرات مسيرة مفخخة انفجرت على بيته، وهو يقول نعرف من هم، ولم يصرح عنهم لحد الان، وارادوا قتله. فبالتالي وقفوا له بباب المنطقة الخضراء، داسوا على صوره ببحذيتهم، وطلعوا من السجون من هو اعتقلهم. هذا واقع الحال الذين يقولون هناك دولة. وكنا في الحلقة السابقة قد أشرنا إلى أحد ميليشيات، أحد رموز الميليشيات، أحد رموز الحشد اللي خرج ووجه رسالة بالفيديو إلى العراقيين كلها، قال نحن الدولة، واللي ما يعجبه خليه يضرب رأسه بالحائط. هذا واقع الحال. فبالتالي لا دولة في العراق. فذبح الشباب مثل ما ذبح ذاك الديك، عندما يعني فرحوا لأن العملية السياسية يعني كان يجب أن يحافظوا عليها بدماء هؤلاء الشباب، يذبحون هؤلاء الشباب لكي يحافظوا على العملية السياسية، وكانت ميليشياتهم وقواهم الأمنية هي الأداة. ولحد الآن مثل ما قلنا لم يظهروا شخصا واحدا يتحدث ويقول هؤلاء من قتل المتظاهرين، أو هذه الجهة هي المسؤولة عن قتل المتظاهرين، مع أنه كل المطالبات وكل هذه كذبة كبيرة. فبالتالي الذين يتحدثون عن أنه إحنا دولة وإحنا يعني رعاة للمواطن، وإحنا نحافظ على المواطن وحقوق المواطن ودستور وسيادة واستقلال، مجرد مجموعة من الكاذبين، ليس أكثر. ليس في العراق دولة. بالخارج عندما يصدرون يعني قوائم بالدول الفاشلة يسموها الآن الدول الهشة حتى يجاملوهم، يعني أمريكا طلبت تقول لهم سموها الدول الهشة، لأنه أمريكا بسامة كل الدول الفاشلة هي
يعني كانت لها يد في أن تكون فاشلة هذه الدول، والعراق من ضمنها. والدولة الفاشلة لها معايير حتى يضعوها دولة فاشلة، عدالة ما بيها، ميليشيات، قوانين ما بيها، اقتصادها مخرب، فقر، بطالة، تعليم سيء، صحة سيئة، خدمات غير موجودة، هذا وهذا كله متوفر في العراق. وبالتالي نحن دولة فاشلة، والدولة الفاشلة هي لا يعني لا توضع بأي قوائم ولا تحترم في أي مكان، وهذا واقع الحال. لأنه في قوائم التعليم لا يضعون العراق، يقولون العراق ما بي تعليم. في المدن أسوأ المدن في العراق. قوائم الاقتصادات يضعون العراق في ظلها. طيب لماذا العالم يطبل للعراق ويطبل لحكومته؟ وقال مصطفى الكاظمي وحكى ما اعرف منه، وحكت الحكومه ووفود تجي ورؤساء يروحون، لماذا؟ هذا كله لانه هذا المشروع امريكي، لان امريكا تريد ذلك. امريكا لو لم تريد ذلك لما وصل احد للعراق، ولا كان الوضع اختلف 180 درجه. امريكا عندما تغير بوصلتها بغير اتجاه وتقول انه ما يحدث في العراق، هذا مو نظام، وهذا غير شكل، هنا ستنقلب الامور. كل الدول، لكن هي تجبر الدول على ان تبعث رؤسائها وتجري محادثات وتجري اجتماعات كلها في بغداد وبالعراق. كذبه كبيره. العراق فاقد، يعني فاقد للاهليه. عن امن المنطقه يتحدثون، يسوون اجتماع في العراق عن امن المنطقه، والعراق فاقد الامن. عن خارطة طريق للمنطقة، والعراق ليس فيه خارطة طريق. العراق فوضى، عايش في فوضى من 20 سنة. هذا واقع العراق. ذبحوا الشباب ويذبحون الشباب لأنهم ينادون بوطن، لكن هل سيبقون يستطيعون أن يذبحوا الديك في كل مرة؟ وإذا كان أكثر من ديك، هل سيستطيعون أن يذبحوه؟ ما الشعب كله ديك. الشعب العراقي لن يقبل. وهذه القضية تجربة تشرين، مثل ما فيها الكثير، قالوا أنه فيها الكثير من السلبيات، هي فيها الكثير والكثير الكثير من الإيجابيات. وعلى الأقل علمت الثوار، علمت الناس طريقة التعامل وطريقة الثورة، وكيف ينجزون ثورتهم مرة أخرى. عندما يثورون سيكونون قد عرفوا وصمموا وأدركوا وخططوا لطريقهم، وضعوا خارطة طريق وطرق لسلوك هذه الثورة ولمسيرتها. هذا واقع الحال. أما من يتحدثون عن الدولة وحماة للدولة، ميليشيات وغير ميليشيات وأحزاب، كذبة كبيرة. العراق ليس فيه دولة. العراق مجرد فوضى، فقاعة كبيرة. أمريكا أرادت ذلك، وأمريكا من حققت ذلك، وحققته بنسبة 100%. الحقيقة عندما جاءت بهؤلاء كل هذا الخراب، ومن يقولون أن أمريكا أخطأت هم على خطأ. أمريكا لم تخطأ. أمريكا جاءت بكل هؤلاء لكي توصل العراق إلى ما وصل إليه. هذا واقع الحال، وهذه الحقيقة. جاءت من عبرة الأطلسي بكل جيشها وبكل، لكي توصل العراق إلى هذا المستوى، وهذا واقع العراق. وإيران هي من ساعدت، وهي من تساعد أمريكا في إتمام مشروعها. هذا واقع الحال. وقت هذه الحلقة قد انتهى. أترككم بخير أعزائي المشاهدين، وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.